خرجنا من بعد ما ارتاحينا هنا في اورير وتغدينا، صورنا اليوم غنكملوا التصوير ديالنا، غنكملوا الطريق ديالنا تنخرجوا للشارع الكبير اللي كيدي يهبط الاكادير والاخر كيطلع للتغازوت. خليكم معايا باش تاخذوا فكره عامه. نضرب لكم واحد الدوره من هنايا واحد شويه الصويره اكادير، ندخل واحد شويه من هنايا الاورير تيجي قنطرات واد اسر سيف. كاين هنايا فنادق جميله رائعه، كاين بليصات ديال الحوت طويجنات دول المعزي. سير صاحبي انت تشوف فيها فرنس. داكشي عندهم زواون، حرك صاحبي. هادو صحاب كيرا الدراجات الكهربائية وهادشي الكهربائي. آخر مرة خليناهم كيضربوا هذا من الوسط وخلينا هاد القنطرة كيريقلو فيها. الواد هاهم مراكش طبوا فيه صافي، راه عقب الواد هو اللي كيجيب لهم البلبله. خرجوا في حالتنا من هنا، نعطيو لهادو الطرقان يدوزوا في حالتهم. تيهم وغادي نشدو الطريق ديالنا حنايا بما خوات لينا. اما الناس غادي اصحاب السيرف اصحاب البليه، راه ترى كل واحد البليه ديالو، اصحاب القصبه اصحاب الصيده اصحاب صافي. ونخرجوا في حالتنا حنايا بشويه هنا. كان هناك جلسا راهو اورير، هو هذاك الجبل اللي فيه السكان ساكنين فيه، هذاك هو اورير. ما نقاو لا ما نقاوش الزبل دابا اللي غيتحكموا فيه هو مجموع عليهم هنا وهنا 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 وهنا. ترى من غيدخل لكم للبحر كي غديروا ليه هذيك الرمله؟ ما عندكم حتى الماتيريال. اردو فواكه مطعم نعمه البنين، البنين ديال سوس بنينه كتلقاها قد الكويا صغيرة 20 سنتيم ما فايتاش، وكتعطى فمك كتذوب. هاد البنين كاين غير هنا، كاين غير في هاد البلاد السعيدة. الناس ديال اورير اللي طلبوا منا باش نجيو نصوروا لهم اورير، متنساوناش في البارطاج، وكنشكركم بزاف على الدعم المادي ديالكم. بارك الله فيكم.
الناس ديال الالمان حتى هما كذلك هو مثال. ما تنساوش البارطاج ديالكم وكنشكركم بزاف على الدعم المادي ديالكم، شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم. يلا يلا هنايا كان الميسي هو اللي كان كيدقدق في هاد القنشه هنايا، هو كانت ليكيب ديال براي، تحية ليكيب براي. ترى كاينين شي وحدين ما كيرقدوش، الناس ما ينعسوش بالليل. كروكوديل على بلاش ديال اورير، كيسمع على بلاش اورير، لا بلاش اوير. شوف هذا عنده واحد النكهه ديالو خاصه، وعنده الجمهور ديالو، وعندو العشاق ديالو، وعندو المحبين ديالو، راه كل بحر وعندو هيدا. كاين لو 25 تغازوت راه جمع ليهم الود فهادي يومين، ما بقاش عندي الوقت باش نمشي نصور لكم ديك الروينه اللي كاينه. تطلع لكم الطاطا، نشوف لكم الطاطا. الجو مازال ما زاقيش، يزق الجو ونشوفوا ديك الساعه كيفاش غنديروا. يا ندير لكم قلمي مطاطا تيفريو وندخل بحال هادشي، يا نشوف كيف. المهم شوفوا البرنامج كيفاش داير. خليكم معايا، ما تنساوش ديروا جيم. مرحبا بكم في الطريق الى مدينه اكادير، خليكم معايا. أكادير 10 كيلومتر، المطار 36 كيلومتر، تيزني 805، العيون 900، داخلة 1000. هادو صحاب السيرف، دابا صحاب السيرف نحيدوهم من إيمسوين ولاو كيجيو الأنزا. أنا ندخل لكم الأنزا من التحت، نديكم نوريكم الدلافين، نوريكم المالف كدير للطيس ديالها. شوف الإنارة العمومية هادو ديال أورير، الناس ديال أورير كيفيري فيهم الشغل ديالهم دابا، حيت الليل غيبدا يقصر وما كيعلمش. الليل كيبدا يقصر وما كيعلمش، هاهما صحاب السيرف. شوف كديرو نتوما هنايا، اش باخير كديرو؟ قلت لكم تحية.
البراج. نسيت ما درت الكاس. بكم في أنزا. أنزا صوبوا لها الطريق ديالها من هنايا تريكليت، وصوبوا لها هاد البلاصة حتى هي تريكليت مزيان. ولا جيتو جيو عند دلافين، شو دلافين وداكشي ديال شي زويون، ريح قوية. دلافين، عشاق الدلافين، هادو عشاق ديال شنو نتوما؟ دراغون. شنو هادشي؟ هانزا. ها واحدة ديال دراغون. ايا 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 مول دراغون. حفرة قدام المحل عندك اسعد. هنايا كورنيش دارو زويون. كورنيش دارو واعر، فين يلعبو الوليدات، صوبو ليهم البلايصة ديالكم. لا هي باقي هذاك الشيء ديال التخريب هو اللي باقي هنايا في اكادير، مازال ما استوعبوش، مازال ما استوعبوش بان هاد الشيء راه ديالهم. فيهم هذاك التخريب وديال التراث، شويه بشويه غيبقاو شويه شويه تجي شي جينيراسيون لا تسوى. هما غنزرها كلها كتشطب. شنو كيداروا ليها؟ كلشي غيحيد هادشي. نسيم وانزا صاحب الشاطئ. عشاق الرياضة للجميع، صاحب المراحيض. ها هما دارو لكم هنايا مراحيض. شتو الكورنيش داروا واحد عس عليهم، عطيهم بيل فين يلعبوا الوليدات. فابور ما داروا اليوم هذا ديال المسرح سبيكتاكل، شي واحد يلعبوا ويلعبوا ويمثلوا شطحوا يردعوا. صابوا لكم هنا واحد المنصه، هادو صحاب اللي كيديروا الرويض في رجليهم، هكا تا مشى الارض هما اللي بغى يطير. هما صابوا لكم هنايا فين الطيره قراصينه. صافي هذا هبطوا دقدقوا، كان علم زوينه. شوف هاد القنش جا واو. صحاب السيرفا مرة باقيين يتشلبطوا في هاد القنشه. شوف اخوان اللي بغى يستثمر، اخوان اللي بغى يستثمر وبغى يدير فليسات، هادشي ديال السياحه ديال التوريزم، هادشي ديال السيرف ونصارى ولا مسائل، راه ما تديروا بالو لكم.
فانت ما كاينه راه كاينين ديور اخرين الفوق كيتبناو، سيروا جيبوا فليساتكم وخذوا دويرات تما كاينه زوينه الكيوسك وريقلوا الامورات ديالكم، الله يستر لكم الامور وبداو في المشروع ديالكم. مدرسه السيرف وانزا. اذا المتابعين الاوفياء خديتو فكره، عرفت شنو كاين، خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.